البنات كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. انا دابا في المحل مع اختي ناديه الحلاويه ديالنا، ما نقولش لكم واحد الصابلي. هانتوما الزبده راه خاصها تدلك مزيان، عندكم تذوبوها لحقاش. لا ذوبتوا الزبده ودرتوها في الصابلي، راه الصابلي كيتجمع وكيتشكرف كيولي بحال شي مره شربت. هانتي ناديه دوي مع المشاهدين. السلام عليكم، تحيه للمشاهدين كاملين. طلبتوا صابلي الحاجة عزيزة، اليوم غنعطيكم المقادير ديال الصابلي باش يطلع لكم 100% ناجح ان شاء الله. حنا نعطيكم المقادير ديال الزبده، لكن عندنا بزاف. لا ديري هذه فيها جوج، هذه ديري لي هذا القياس، هذه معليش وعاد نديروا لهم. درت جوج زبدات اللذه ودرت 400 غرام ديال السكر كلاصي. نورمالمون تكون رابعه في الزبده، ولكن تيجي حلو بزاف ودغيا كيتحرك. اللي مؤخرا اللي تنقص السكر، تندير 200 غرام في زبده وحده، بحال 400 غرام جوج زبدات باش تيجي طيب على خاطرو كيعطي داك اللون دوري زوين. البيضات ياك؟ ها انتم ربعه البيضات دارت اختي ناديه. هذوك الناس اختي ناديه شكون المتابعين ديالنا؟ مساكن الله يعمر عائلتكم. الناس ديال الخميسات الخميسات الناس ديال الخميسات تبارك الله عليكم، الله يلاه يعطيكم الصحه. شافوا الحاجه عزيزه منين دارت كنكه في هذه المجدة مساكن، وعجبهم الحال مزيان. عاده باش نعرفوا راك اليوم الحاجه عزيزه راه دايره القناه. ربي يخليك الله يحفظك. ودابا تنديروا خاطر ناس الخميسات وصحاب البنات راه نسابنا الحمد لله. دابا ولينا تبارك الله على الحلاويه ناديه، راه 10 تاع شحال. جوج كيسان ديال العنبه معبورين شبانيه. هانتوما هانتوما الحبابات باش كيجي كنكثروا. لو بغيتي ديري نصف هاد المقادير غادي يجيوك مزيانين ان شاء الله. معلك ومفلك. هادي مساكن صافي دقينا بهم هاد البرا، كلشي على المعلك. والنكهه ديال هادي النكهه ديال القهوه ياك ناديه؟ شويه كتعطي اللون ومذاق. كتجي الحلوه مذهبه وفيها نكهه زوينه تبارك الله. انتم دابا ديروا على حسب، ما فورس يكون شي حاجه زوينه. سبيسيال يكون فورس سبيسيال ما شويه بشويه شويه بشويه. المعلمين ديالنا ما بغاوش يسكتوا، خلينا نديروا الفيديو. شكون ندير؟ عطيه عطيه. فيني فيني الكيك صوري، فيني الكيك ان شاء الله. الزيت دائما زعموها شويه باش يجيكم خرخش وزوين. الزيت كتديرو كيجي مخرشش. الزيت بحال دايره فيه اللوز. كل هو كيدير الصابلي كاين اللي كيدير فيه شويه هذا سميتو. ها انتم الفرص ما خصش تكون قاصحه العجينه. ها انتم ها انتم البنات، هذه نكهه القهوه، هذه بقات شويه غنحيدو. ها هو هذه العجينه، شوفوا كي دايره راه منخوفه. الله يعطيك النوم فيها باش ندير فيها حلوه ان شاء الله. ها انتما كيفاش وريتهم؟ كيفاش هانتي كنعاود تنعاود تندلك بهذا هو الاول العادي. معليش دابا كنعاود بهذا. خدمي دابا كملي. المهم تندير انا هاد الطابع ها هو. ماشي على الانواع اللي بغا، ولكن هذا تنديرو انا شكل سميتو فراكه. هاد الشكل كيجي زوين وكيبغيوه الكليان، تيبغيوه بزاف. كيجي في هذا فراكه. واش من فراكه؟ كيجي في كيجي في بلاطوات. كيجي بغيتي عند الاخوات صحاباتي الزوينات تبغيتي عندهم على الفراكه؟ الله يجعل بركه من الفرارك. ما علينا اوتوماتيك شكله الماكينه اوتوماتيك هي اللي نافعه دابا. ها انتم وعدنا هذه سميتها الكوتشيه، هذه كتباع عند الدروكري كتباع. المهم تنهز بها صافي بحال كتساعدني. هز بها صافي بحال هكا هادي. هذا تنسق وحده مع وحده.
نخدمو باللوز إيفيلي من نجم الشوكولات، يجي زوين. دابا نوريوكم الشكل ديالها ملي طفينا ان شاء الله. تبارك الله عليك، تبارك الله على الحلوية ديالنا نادية. وعلى هذا شكل اخر، هذا راه كاين موجود. اللي بغى الشكل اللي غنخدم بهذه الجهه ماشي هذه الجهه اللي باش يجيو ملاقين ان شاء الله. هذا نسمينه قلب ابيض، اصلا هو تيتفينا بشوكولات ابيض، داكشي علاش سميناه قلب ابيض. ملي غنفينو ان شاء الله نوريه لكم ان شاء الله. ها انتم البنات الحبابات، ها انتم هذا الصابلي راه انواع، تخرجي منه الانواع ان شاء الله. هاي بابا ان شاء الله. الخدمة تاع الزربة ديال العطش، الخدمة ديال الدار وديال الزربة، باش كتسنى شحال من واحد كيبغي الحلوة. ان شاء الله نطلب الله يعجبكم هذا الشيء ان شاء الله، كل الصحة والراحة ان شاء الله. نتمنى لكم مرشي الاولى ولا غندير الثاني. هذا شكل اخر ان شاء الله. صوري فيها هذا الشكل، سمينا احنا مخدة. ها هو النص كيتفينا بالشوكولات والنص باللوز إيفيلي ان شاء الله. دابا نوريو لكم ملي غيتفينا ان شاء الله. دائما هذه حيت هي اللي كتساعدنا على حيت العجينه مرمله وزوينه. هانتوما الحبابات، هاد العجينه ديال الصابلي كتخرج لك انواع اللي بغيتي في الصابلي. صابلي عادي هذا ديال الدار، ان شاء الله يكون يعجبكم ان شاء الله، ونتمنى يكون يعجبكم. اختكم عزيزه راه تلسلس، الله يصايبو صافي. قبلوا علينا، خلا قبلوا علينا وما نقولوش لكم، هذه راه بزاف عندي، اسمحوا لي وصافي. الله يصايب. هانتوما درنا الصابلي، هو هذا قريب يطيب ان شاء الله، يذهب شويه حرك هذا. هانتوما درنا الشوكولات، هذا الصابلي كيجي زوينه. علاش بغيتي اللي بغيتي ديري فيها، تبارك الله ما شاء الله، كيجي مهرمش زوين. ايوا تبارك الله عليك ناديه، الله يعطيك الصحه. جيتي كتفرشي واحد البلاستيكه في اللاط، حنا وريناكم هاد شويه باش تشوفوا كتفرق وزوين. وي زعما كيجي مخرش، شوف كيف كيجي هانت زوين، بحال تقولي فيه اللوز ولا فيه شي حاجه ما نقولش لك. وكاين الصابلي اللي فيه اللوز وفيه البودر ديال النيدو، فيه بزاف بزاف الوصفات. ان شاء الله غير تابعونا، هذا ديال الناس اللي باغي يدير شي صابلي عادي في الدار. هانتوما ان شاء الله غنوريكم جديد، وباقي غير معانا غير بقى ودروا الجيم وابوني، وانتم معنا وحنا معاكم. ما بقيتش نكديت نقول لكم، ما نقولش لكم، ما بقيتش كديت اش غنقول لكم، كثرت ما نقولش لكم وما تقولوش ليا اختي بزاف. نتمنى يعجبكم والسلام عليكم. انتم البنات ها الحلوه وجدات، ها هي هذا بالشوكولات كالا، ها الشوكولات كالا وكتفندي في داك. بغيتي كاوكاو إيفينيل ولا إيفينيل اللي بغيتي على حسب جهدك. هانتوما شهيناكم تبارك الله ما شاء الله، شي زوين. نقولش لكم كيتخشى في الفم كيدوب. الصحة والراحة، ونطلب الله يعجبكم ان شاء الله.